صباح الخير عليكم خوتي نزيل أكادير. اليوم سبت 6 أفريل 2019. هذا الصباح هذا من مطار المسيرة الدولي، مطار وديك الدولي ما فيها غير السمية. سيد مدير المطار، الناس ديال رجال الأمن، الدرك الملكي، المخابرات، الله يخليكم. هذيك الراية اللي كاينة في الدخلة ديال المطار ما كتشرفش البلاد، كلها كشفات، كلها ولات لون واحد آخر، ماشي حتى اللون ديالنا. ما عرفتش كيفاش كيخليكم خاطركم هذاك رمز من رموز الدولة تكرفسوا عليه بحال هكاك، انتم اللي مسؤولين، ما مقبولش هادشي. كنتمنى عافاك بدلوها وديروا وحده كبيره كتشرف البلاد، ماشي بهذيك شراويطه صغيره اللي معلقين تما. ملي كتمو داخلين المطار كاين داك البورتيك، كاين الناس ديال رجال الامن مزيان، ولكن داك البورتيك اللي جا كيدوز كيصوني داكشي صوني 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 بلا والو. علاش الناس ما يا اما الناس يتقلبوا ونعرفوا واش دخلين شي حاجه خايبه ولا لا، المطار من ممنوعات متفجرات ولا اسلحه ولا غيرها، ولا نحيدوه كاع في خطره واحده وصلاتو على النبي. لما كتدخل داخل وغادي تمشي لونجيسترومون كاينه واحد القضيه مغربيه، وهو حنا ما كنبغيوش نشدو الصف. الناس شادين الصف، كيجي داك البورتور اللي كيدفع الكروسه، جر معاه شي كليان اللي ندورو معاه، غادي يغمز هذاك اللي في لونجيسترومون، هوب غيدوزو هو الاول من ضمن الناس، لانه مهم حشومه هادشي زعما بركه. انا حضرت ليها في لونجيسترومون ثلاثه ديال لي بورتور دازو وداروا بحال هاد اللعبه هادي، زعما رحنا بيزنس كلاس وما الناس ما بين عليهم لا بيزنس كلاس لا والو. ملي سولت المهم بلا ما نتعطلوا في هادشي، المهم تصرفات اللي حشومه. حاجه واحده اخرى، المطار على قدو، واحد القهيوه اللي كاينه فيها تسعود ديال الطويبلات ديال جوج الناس صغيور، داكشي ما كاينش، ما كاينش محلات تجاريه، ما كاينش الاضواء، ما كاين والو. ملي كتدخل تما اش غنقول لكم، لا ضو شاعل لا حتى حاجه، بغيتي جورنال، بغيتي واحد لا ريفو، بغيتي ما كاينش فين تشريها. المرافق العموميه يعني لي تواليت ملي كتدخل اياه نقيين، ولكن البابي ما كاينش، واحد روبيني مهرس، واحد المهم داكشي ما زوينش بزاف. لما كتقطع من الجهه فين دخلنا وغادي نخرجوا من الجهه الاخرى، الظلام، لواحد مؤسسة محمد الخامس التضامن، الله يرحم لكم الوالدين اللي ما بدلوا ديك التصويرة ديال صاحب الجلالة، راها هذاك راه ملك البلاد، ماشي غير واحد البروتوكول حطيناه تما وصافي، لأن ديك التصويرة كشفت بالشمس، ما عرفت الشمس منين خديتوها من شي بلاصة وعلقتوها تما. كلشي المحلات التجارية كلشي ساد، ما كاين وتقول شي حاجة زعما واش مطار موالش شنا هو، الله أعلم. هذاك خربة، أنا ديال التسعينات ما كنرجع اللومة المنتخبون والبرلمانيون، هنا كيبان بان مدينتنا محقوره، محقوره، لان هذاك المطار لا يليق بواحد الوجهه سياحيه دوليه ولا حتى المغاربه، مطار دولي لا يليق به هذاك الشيء. الساده المنتخبون والبرلمانيين ما عرفتكمش اش كديروا، واش كدافعوا على هذه المدينه، صوتنا عليكم انتم المحامين ديالنا، تجيبوا الميزانيات، من يبقى فيكم الحال ما تنعسوش، من تشوفوا قلميم فيها مطار زوين داروه وفاس ووجده الدار البيضاء مراكش وحنا باقي من ديك الخربه، ما خصهمش تنعسوا، غنمشيو لوزاره النقل ونضربوا في الطبله ونجريو. هادشي زعما راه ما عرفتش كيفاش كتخمو، كيفاش كدافعوا على مدينتكم. المهم الله يصاوب ويصاوب لينا، وكنعاود نرجع للسيد مدير المطار، الامن الوطني، الدرك الملكي، المخابرات، الله يرحم لكم الوالدين، بدلوا ديك الرايه حشومه، حتى ما عندكمش باش تشريوها. انا مستعد راه نمشي نشريها دابا ونرجع للمطار نعطيها لكم. تبارك الله عليكم، والله يسهل علينا وعليكم في هذا النهار هذا، وان شاء الله خير ونبقاو ديما متفائلين.